السلام عليكم. هذا نوجد واحد الفطيرة عائلية سهلة باش نقعد بزاف. عفوا، المهم غادي نبداو بطريقة التحضير. نبدا دابا بالمقادير. عندي 2 كيسان ديال الحليب، كاس ديال الماء، كاس ديال الزيت، 2 بيضات، وحدة نديرها في العجينة، وحدة غادي ندهن بها العجينة. عندنا كيس ديال الخميره المعجونه، كنستعمل هذه فيها 7 غرام. ديروا الفوريه ديروها. وعندي الدقيق، عندي حق السكر سيتو، عندي 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. نبداو على بركه الله. ديروا الحليب في الكاسرونه، ديروا 2 كيسان ديال الحليب، زيد معاهم كاس ديال الماء، غنديرهم يسخنوا في البوطه. هذا بالنسبة للعجين. أما بالنسبة للحشوة فلكم الاختيار، كل واحد يستعمل شنو يبغي. أنا هنا درت صدر ديال لدان مقطع مربعات صغار مع الحرور بالألوان، ودرت البصلة محكوكة أو لا طحنوها كيف ما بغيتو، كتجي زوينة. بغيتو تستعملو الكفتة ولا تستعملو صدر ديال الدجاج أو لا، داكشي على حسب الذوق. المهم أنا يعني وجدت هادشي من قبل، طيبتو، درت البصلة ودرت كيما قلت لكم العدد مقطع والحرور كيف الفلفل الاحمر والخضر وشو ديال الصفر. بغيتو تستغناو عليه، بغيتو تستعملو كابويا يعني القرعة او اي خضرة كتعجبكم، مثلا الزرودية محكوكة، يعني الجزر محكوك، داكشي على حسب الاختيار. المهم هادي الحشوة نتاعي راها طايبة، خليتها تبرد شوية. ومن بعد في هاد الاثناء عندي الحليب راه كيسخن مع الماء، درتهم في نفس كاسرونه، يعني في خطره واحده، يعني يدفى شويه صافي. انا غنستعمل واحد البيضه وواحده نخليها باش ندهن بها. بغيت تستعملوا تكتفي غير بالبياض البيض والصفر تخليه، وهذاك الشيء لكم الاحسن. ديروا واحده كامله، كتجي زوينه وسهله، مهله ماشي معقدة. المهم ندير هنايا البيضة، غادي نزيد عليها نصف كاس ديال الزيت، ونسيت ما قلت لكمش الملح، نص معلقة صغيرة، وعلى حسب الذوق الملح، على حسب الذوق. أنا استعملت هكذا. هو عندنا الحليب والماء بعد ما سخن غندفع شويه وصافي. كنضيف على هذا البيض والزيت، على الخلاط نتاع البيض والزيت، هكا كنخلط باش ما تبلش البيض. كنزيد شويه كنزيد شويه كنحركو، إذا جاكم مقادير بزاف تقدروا تستعملوا غير كاس عوض 2 كيسان ديال الحليب، تقدروا تستعملوا غير كاس، ندير نفس المقادير، كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الماء وربع كاس ديال الزيت. عدد هذه كبيرة وكيبقى على حسب عدد الأشخاص. نزيد شويه الفرينة، والان غادي نزيد خميره حبيبات، خميره ديال الخبز، كنخلطها هكا مع الدقيق، نديرها شويه بشرب في الماء باش ما تكبرليش. كنستمر هكا حتى كنجمع العجينه. نسيت السكر،
افوال غادي نذبح انت جوج معالق كبار ديال السكر، انا خصني نديرهم وجبه مع الخميره. وغادي نخلط. هي البنات من بعد ما جمعت العجينه ما دلكتهاش بزاف، جمعتها وصافي على سطح العمل حسن، جات لي سهله. المهم كنحصلوا على هذا القوام، هذا تكون شويه رطبه ما تكونش قاصحه بزاف باش تجينا خفيفه وهشيشه، وصدقوني واحد الفطيره تجي رائعه بزاف بزاف، المذاق نتاعها زوين. غنجربوها ان شاء الله وردوا عليا الخبر. هي البنات ملي وضعتها هنايا الصلاديه، غادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه ماشي بزاف، ومن بعد نطلقها. غادي نقسم العجينه على جوج وغادي تشوفوا غادي نديرها. خليها ترتاح واحد 10 دقائق ومن بعد نولي عندها. المهم البنات هنايا ملي ارتاحت العجينه غادي نهزها، غادي ندهن قبل سطح العمل بالزيت شويه ديال الزيت، نقسم العجينه على زوج. النص الاخر نخليه على جنب، نخوي نفرميها النفس. المهم عندي هنايا البدله غادي نحركها، زدت عليها شويه الزيت، تقلع بها الزفوره ديال البيض وبها كتعاون باش يحمر العجين ما يديرش ديك القشره الفوق. شويه الزيت ديك البدله نحركها هكذا، نخليها هنايا على جنب باش ما ننساهاش. ومن بعد غادي ندير شويه الزيت باش نطلق ديك العجينه. الطريقه هادي دابا شويه باش تمشى العجينه وصافي، ما نديرهاش رقيقه بزاف وما نديرهاش رياضه بزاف. هاد الوجه هذا هو اللي غادي نديرو لتحت على المول، وهذا غادي يجي لداخل. غادي نقرصها بزاف باش ما تقطعليش باش ملي نهزها نديرها في الصنيف. انا استعملت هاد الصني، كما استعملوا اي صني مدور او لا كاري او لا مستطيل على حسب المتوفر عندكم. البابي سلفريزي بابي كويسون، ندهنو شي شويه الزيت باش يتعاون باش تحمر العجينه هكذا. غادي نبسطها كالعجينه تقريبا، العجينه هزتي شي 950 غرام ديال الدقيق، داكشي على حسب الدقيق. اللي درت انايا تقريبا هزوا لي 950 غرام ديال الدقيق. كيما قلت لكم جاتكم كبيره بزاف بغيتو ديروا نصف المقادير ديروا نصف المقادير. نبسطها هكذا. الان عندي الطماط نزيد بالزيتون، وعندي الزيتون مقطع دوور، وانتم ديروا اي حاجه كتبغيو. الفرماج غادي نسطو لتحت. المهم بعد ما درت الفرماج كامل على العجينه غادي نزيد فوقهم الحشوه. المهم البنات من بعد ما غطيت العجينه بالحشوه درت الاول الفرماج كاري تاع الساندويتش، كنصحكم باش ديروه لانه يجي لذيذ بزاف. والا ما كانش عندكم متوفر تقدروا تستعملوا اي فرماج كتعجبكم اي نوع،
تاع الساندويش او الفرماج محكوك او المهم نتوما على حسب الاختيار تاعكم وعلى حسب الذوق ديالكم. من بعد ما ضفت هذه الحشوه غادي نزيد الزيت المقطع وتديروا بوط ما ديروهش عندك شي على حسب الذوق، دير زيت الكحل ولا اي حاجه كانت عندكم بغيتوا تزيدوها زيدوها. ممكن نزيد حتى الشامبينيون مثلا اللي كيعجب له، انا بنتي ما كتعجبهاش الشامبينيون قلت بلاش حتى الشامبينيون كتجي زوينه. المهم كنحط هذا الزيتون الفوق كنرشو هكذا مقطع وتديروا زيتون الكحل او زيتون الخضر. كتعرفوا الوليدات الصغار كيعجب لهم الزيتون الخضر بزاف لانه مالح. المهم كمل الزيتون صايم. الان غادي نزيد شويه الفرماج محكوك وليدات كيبغيو الفرماج محكوك بزاف وهاد الشيبات زوينين. هادي فكرة ممكن نديروها في الغداء ولا في العشاء. الان كنحضرها للغداء. كندير هكذا فرماج كامل وعاد من بعد غادي نزيد شويه الفرماج نتاع السندويشات لان ملي كيذوب كيجي رائع جدا واحد المذاق خيالي. هذا من احسن الشيبات اللي كيبغيو ليا صحاب الدار كتعجبهم بزاف لانها واحد الوجبه مشبعه وكامله فيها شي الخضره فيها البروتين فيها يعني اللحم فيها الفرماج فيها كل شيء. من بعد غادي نزيد شي شويه هكا ديال الفرماج لان ملي كيذوب كيعطي واحد المذاق رائع جدا. ان شاء الله تجربوها لانها سهله. وبالنسبه للحشوه كل وحده دير الحشوه اللي بغات. المهم انا عطيت لكم لابوز نتوما كل وحده غادي دير على الطريقه ديالها. المهم غادي نهز هذا نطلق غادي نطلق العجينه الثانيه غادي نزيدها فوق منها. الان غادي نطلق العجينه الثانيه اللي بقات لي. هاد العجينه الثانيه زادت ارتاحت مزيان كما قلت لكم قبيله غادي نديرو العكس التركي. هذا هو اللي كندخل هذا هو الوجه اللي غادي نردوه اللي واحد الجهه اللي ما فيهاش مجعدات الجهه اللي ملسه هي اللي غادي نردها لتحت واللي حرشه غادي نديرها لفوق لان هاد الجهه هي اللي غادي لتحت. الان غادي نردها هي العجينه خاصها شويه الخاطر وصافي لانها كتكون رخوه. داكشي عجبتكم الا جاتكم صعيبه ما ديروش كميه كبيره كل العجينه تلعبوا بها كيف بغيتوا كتمايل. جرب هاد الطريقه ما عرفتش يبان لكم جوانب. كنستها غير شي شويه من بعد غادي نقطعها غادي نديرها بالبيض. ممكن تقطعها كيف ما بغيتو بنتي لها ناضت معايا كتسمعوا لها
مثلثات او مربعات، يعني لكم الاختيار. نستمر هكا التقطاع ومن بعد غادي نوريكم الشكل غادي تجي. المهم هاي البنات غادي نكمل معاكم عند هنا. المهم هو البنات نكمل معاكم دهنها هكا، غندهنها بالبيض. درت كيما قلت لكم بيضه، درت معلقه تاع الزيت معاها باش تحيد ديك الزفوره. نكملها كامله ندهنها الان. كملتها دهنتها كلشي بالبيض، ندير زريعة الكتان. البودور ديروا اللي يعجبكم، انا كندير زريعة الكتان، تجي فيها زوينه رائعه. غادي نكمل زريعة الكتان وغادي ندير الزنجلان. وانتم بغيتو ديروا حتى البودور الشيه، انا ما عنديش بودور الشيه، بعض المرات كنستعمل فيها حتى بودور الشيه، كاع البودور اللي عندي المهم كنستعملها. الان غادي نستفاد بالزنجلان وزريعه الكتان، هادشي اللي عندي فهاد هادشي اللي عندي موجود حاليا، هادشي متوفر عندي في الدار. غادي ندير الزنجلان، كتجي رائعه جدا، شوف المنظر رائع. في السكر طيب تقريبا 20 دقيقه في الفران، هيا طابت. انا غادي ندخلها الفران ومن بعد نوريكم الشهر النهائي ان شاء الله. المهم ها هي الفطيره تاعنا من الوجدات، هي تحمرت في الفران، هذا هو المنظر تاعها، نقطعها ونوريكم. المهم ها هو الشكل النهائي ديال تاع الفطيره تاعنا، كتجي زوينه وداك الفرماج دايب كتجي رطبه زوينتها، كتجي محمره وكتجي من فوقها ان فوق كتحشيها في الفران كتنفخ بدون اختمار. هيا اليوم نقول لكم بالصحه والراحه، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم الفيديو، ونتمنى هاد لاغوسيت تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. ومتنساوش تشتركوا في القناه وديروا لايك باش تدعموني. شكرا، السلام عليكم. فيديو جديد ان شاء الله ومع وجبه جديده ان شاء الله.